ده اوكي. بصولي بقى كده معايا هنا اهو الفرخه الجميله، شفتوا؟ اهم حاجه ما دام غسلتيها بدقيق وملح هتبقى معاكي قمر كده في منتهى النظافه في منتهى الجمال. وادي معايا التتبيله الخطيره اللي احنا عملناها زي الفل. بصوا قلت لكم غلوه واحده بس، نطفي بقى النار هنا. حلو الكلام. ونهدي النار هنا على المكرونه. بس عايزه اقول لك ان الاكله دي هنطلعها دلوقتي على الهواء. ادي بقى الفرخه. بصي بقى الفرخه بنعمل ايه بالراحه كده معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. ناس كتير بتقول فراخ التلفزيون، تعالي حتى اوريكي فراخ التلفزيون. هتمسكيها كده وتقلبيها كده اوكي، وتمسكي كده وتدهني كده ظهرها، وبتشغلي الفرن عندك على درجه حراره 220 اعلى حاجه، وتدخليها على الفرن العادي خالص. بمجرد ما هتلاقي القاع ده كله، ظهر الفرخه ده كله اخد اللون اللي انت عاوزاه، هتعملي ايه؟ هتشغلي الشوايه عليها بس كده. ادي فراخ التلفزيون يا جماعه، فراخ الاعلانات عملناها لكم لحد عندكم اهي. بصوا كل السر في التتبيله دي، معلقه صلصه على معلقه كاتشب على معلقتين زيت. بصوا يا جماعه الحله، بصوا معايا الكسروله تنفعك في كل حاجه، تنضيفها سهل جدا. بصوا الجمال. ايوه كده. معانا تليفون. الو، ازيك يا ستار؟ عامله ايه؟ ازيك يا ايات، انت عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا حياتي، منوره الدنيا والله. ده نورك يا قلبي، تسلم ايدك بجد على الفراخ الجميله ديت. تسلمي يا حبيبتي. انا كنت عايزه بس اطلب منك طلب. اؤمري يا حبيبتي. هل فعلا طقم الحلل دوت كويس؟ طبعا لو مش كويس انا مش هطلع اقول ابدا ان هو كويس. يعني على ضمانتك يعني عشان بجهز وكده؟ طبعا على ضمانتي الشخصيه، انت لو دخلتي عندي على البيج هتلاقي الطقم ده بقالنا 3 سنين بنستخدمه. فطبعا لو الطقم مش قد كده انا عمري ما هطلع بيه. والف مبروك يا روحي، انت بتجهزي الف مبروك. ايه يا روحي؟ هاخده على ضمانتك. لا اطمني والله هتدعي لي. ماشي يا شيف، شكرا. بصوا بقى الكلام ده، وانتوا فاكرين ان في اي حاجه في الدنيا هتخليني اهز ثقتكم فيا؟ دي اهم حاجه. ما بطلعش ابدا اتكلم عن منتج مهما كانت الشركه الا اذا المنتج ده فعلا حلو واللي هيشتريه يقول لي يا ساره ايه الجمال ده؟ الطقم ده بجد حلو جدا. اهم حاجه في الحفاظ عليه ان انت ما تستخدميش فيه معلقه ستيل، ما تستخدميش فيه اي حاجه حديد او زهر، تقدري تستخدمي اي حاجه خشبيه او سيليكون. يلا بينا ندخل الفرخه الجميله بتاعتنا دي على الفرن. زي ما قلت لك درجه حراره 220، تاخد بس لون واهو. اهو